بمناسبه الحديث عن قوائم الفريق، ففي اكتر من جزئيه لازم نتطرق ليها، لان خلال الساعات اللي فاتت وبعد ما الاهلي اعلن عن قوائمه المحليه والافريقيه، الناس ابتدت تقيم الصفقات وتقول لك ايه ده، هو الاهلي عمل 3 صفقات بس؟ الفريق اللي هو كان بيعاني مع نهايه الموسم الماضي في اكتر من مسابقه وباداء كان سيء وبنواقص كتيره قوي قوي في بعض المراكز، يتعاقد فقط مع 3 صفقات؟ فلازم نوضح حاجة. أولاً فترة الانتقالات الصيفية ما خلصتش، الأهلي لم يكتفي بهذه الصفقات، بل كمان الأهلي سعى للتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، لكن صدم بالطلبات المبالغ فيها من بعض الأندية. فالأهلي كان ليه استراتيجية معينة، وأنا بشوف أنه نجح فيها بشكل كبير جداً، هو تحديد أسعار السوق المصري. خلي بالك من الجزئية اللي زي دي، يعني ممكن بعض الأندية شافت مستوى الأهلي في الموسم المنقضي فقال لك ده الأهلي هينزل بتقله في السوق ويحاول يدفع فلوس كتير جدا عشان ياخد اللعيب اللي هو عايزه. لكن المؤكد يا جماعة ان الأهلي ما بتلويش دراعه. هنعيد ونتكلم تاني في الجزئية دي، لأن لازم الحاجات اللي زي دي تتوضح للجمهور او لبعض من الجماهير اللي مش واخدين بالهم من حاجات زي دي. الأهلي مش هتلوي دراعه. ممكن اكون عايز لعيب بس تطلبش مني 4، ممكن اكون عايز لعيب تطلبش مني 5 مليون دولار، لاعبين في البطوله المحليه عندنا هنا في مصر. فده كلام غير منطقي بالمره. ممكن ادفع فلوس في لعيب يكون اجنبي جايبه مثلا زي سافيو، لاعب اخر من المتوقع التعاقد معاه خلال الفتره اللي جايه بمبلغ ما. ممكن في الحته حد يكون يجي يضيف لي، لكن تقارب المستويات في الدوري المصري واضحه قوي يا جماعه للجميع. فما فيش ما يستدعي للتعاقدات مع عدد من اللاعبين بدون عقل، من غير ما تفكر. مش اللي هو انا بتعاقد لمجرد التعاقد، لا، انا عندي قناعه اصلا باللاعبين المميزين اللي عندنا، لكن اكيد محتاجين اضافات، اكيد محتاجين اضافات. حصل 3 اضافات مفيش اكتفاء بيهم. من الوارد جدا جدا انك تسمع عن صفقه او اتنين، من الوارد انك تسمع عن صفقه او اتنين من دلوقتي لحد يوم 10/10. كل ده طبقا لايه؟ ودي برضو نقطة مهمة لازم الناس تبقى واخدة بالها منها، طبقا لرؤية كولر. هو الآمر الناهي في التعاقدات. هتقولي طب ما هو كولر، وده سؤال يمكن الناس سألته لي بالمناسبة، ما هو كولر ما يعرفش إمكانيات اللاعبين المصريين. هقول لك إن كولر من ساعة ما جه بيتفرج على لقطات كتير جدا من اللاعبين اللي كانوا مرشحين جدا للتعاقد أو الانضمام للنادي الأهلي المحليين. في منهم وافق عليهم ومنهم قال لك لا عايزين كواليتي اعلى من كده. فالراجل مش بيرفض مثلا وخلاص او بيوافق وخلاص، لكن اكيد بيشوف وبيدرس الامور ازاي وبيشوف احتياجات الفريق طبقا للتقارير اللي بتقدم ليه. فكولر هو صاحب القرار في التعاقدات. لازم الناس تفهم حاجه زي كده او تاخد بالها من حاجه زي كده، على غرار ما يحدث في اوروبا. جوارديولا مثلا بيتحط له ميزانيه، عم جوارديولا في مانشستر سيتي يروح شوف انت عايز تجيب مين طبقا للميزانيه المحطوطه، راح جاب لك هالاند بمبلغ وقدره، مش عارف جاب لاعب في الدفاع بمبلغ وقدره، هو عارف بيتحرك ازاي واحتياجاته. نفس القصه مثلا في برشلونه تشافي، نفس القصه بيتحط له ميزانيه يروح يتعاقد. دلوقتي نفس القصه مع كولر عندنا في النادي الاهلي، هو اللي بيتحكم في التعاقدات وحقه ليه كل الصلاحيات. فنتمنى له يا رب كل التوفيق. لكن الاهم يا جماعه ان احنا لازم ما ننساش العناصر المميزة اللي عندنا. وأنا على مدار الحلقات في الأسبوع ده هحاول بقدر المستطاع أتكلم عن لاعب لاعب، بالتحديد من كباتن فرقة النادي الأهلي ومن اللاعبين البارزين في الفرقة اللي ممكن يكون البعض منهم كان متأثر شوية بضغط الماتشات وبتلاحم المواسم، فبالتالي الأداء ما كانش هو في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي لحد ما ابتدوا ياخدوا راحة. فلازم إحنا نفوق لاعبتنا، نفكر الناس بيهم، نقول إحنا عندنا لعيبة سوبر أفضل من أي لعيب موجود في الدوري المصري.